هنا في تيرانا، رونا نوشليو ستمثل ألبانيا في يوروفيجن 2012، مسابقة الأغنية المقبلة المنظمة في باكو. رونا ليست فقط مغنية بوب شهيرة، هي أيضا من المخلصين لموسيقى الجاز. وقد أثارت لجنة التحكيم والجمهور بأدائها وقدراتها الصوتية. أنا ألبانية، ولدت في ميتروفيتشا، صقلت موهبتي بين كوسوفو وألبانيا، لكني بدأت بالاحتراف في بلدي ألبانيا، وأشعر بالفخر في حصولي على فرصة تمثيل الألبان في جميع أنحاء العالم. كوسوفو لا تتمكن من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية لأنه لم يتم الاعتراف بها من قبل جميع الدول الأوروبية كدولة. وبهذا أصبحت رونا نوشليو مواطنة ألبانية في كانون الثاني الماضي بمرسوم أصدره الرئيس الألباني بامير توبي. أنا راضية تماما عن أغنيتي، هي أغنية تروي الكثير عني لأنها مستوحاة من تجربة شخصية أهديها لجميع أولئك الذين مروا في أوقات صعبة ولا زالوا يبحثون عن شيء يؤمن به، كما لا زالوا بحاجة لأشياء جيدة وإيجابية في حياتهم. رونا أول مغنية ألبانية من كوسوفو تشارك في مسابقة يوروفيجن. الدور نصف النهائي في باكو في 22 من أيار مايو، والنهائيات في 26 من مايو. Danny.